أهم عمل تقوم به هو الصلاة، وأول عمل تحاسب عليه هو الصلاة. إذا صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله. إذن كيف نصلي؟ النبي أعطانا تفاصيل الصلاة بشكل دقيق جدا. أنا اخترت اليوم مكروهات سبعة كثير من الناس يقع فيها وهو لا يدري، وبالتالي قد تبطل صلاته، لأن الإنسان إذا علم أن هذا الأمر مكروه وتقصد أن يقوم به ويخالف سنة النبي، هذا يخشى عليه حقيقة يعني. أما الذي لا يعلم فأرجو أن يتعلم اليوم معنا. أول شيء أيها الأحبة، بعض الناس يقف هكذا في الصلاة ويضع يده على خاصرته، فالنبي نهى عن الخصر، نهى عن أن يضع الإنسان يديه على خاصرته، لأن هذا فيه ذهاب للخشوع، فيه نوع من الكبر، نوع من الاستهزاء بمن أمامك. أنت عندما تقابل ملك من ملوك الأرض، الضعفاء الذين سيموتون مثلك مثلهم، هل تضع يديك هكذا وتقف مثلا، أم أنك تقف باحترام؟ فإذا أنت تقف بحضرة إله عظيم كريم، مالك الملك سبحانه وتعالى، فيجب أن تلتزم الخشوع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. القضية الثانية أيها الأحبة، أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة ونفسك تتوق للطعام، يعني هناك طعام لذيذ وأنت تشم رائحة هذا الطعام، فالأفضل أن تأكل ثم تصلي، يعني لا تسلق الصلاة سلقا هكذا بسرعة لكي تلحق الطعام، لا العكس، كل ثم أذهب هذا الاشتياق للطعام، وبعد أن تحس بالشبع تحمد الله تعالى، تصلي بهدوء. إذن هذه هدفها زيادة الخشوع. النبي يريدك ألا تشغل نفسك بأي شيء من مشاغل الدنيا، أرادك أن تشغل نفسك بالصلاة، لأن أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. فلذلك يجب أن تكون صلاتك يعني في أفضل حال. قضية الثالثة أيها الأحبة، النبي نهى أثناء الصلاة أو قبيل الصلاة عن مدافعة الأخبثين، يعني إنسان يريد أن يدخل إلى الخلاء، إلى الحمام ليقضي حاجته، فلا ينبغي له أن يضغط على نفسه ويقف ليصلي، لا، اذهب اقضي حاجتك، توضأ، اهدأ، ارتاح، هيئ نفسك للصلاة، استعد للوقوف بين يدي الملك، ثم ابدأ بالصلاة. لماذا أيها الأحبة؟ لأن الإنسان إذا كان يعني يريد أن يقضي حاجته ويصلي، فإن دماغه سينشغل بهذا الأمر وستقل نسبة الخشوع لديه، والله تعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قضية الرابعة أيها الأحبة، كثرة الحركة في الصلاة، موبايل، ساعة، يضبط ملابسه، يضبط شعره، يعني كثير من الناس يقوم بذلك، هذا الأمر مكروه في الصلاة لأنه يفسد الخشوع.
دائما عندما تقف في صلاتك أخي الحبيب تذكر هذه الآية الكريمة: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هيئ نفسك للخشوع. إذا كان دماغك منشغل بالتجارة، بمشكلة، بدراسة، بمعلومة، بقضاء حاجة، اجلس، اقضي حاجتك، اهدأ، تخيل أنك ستقف بين يدي الله، تخيل أنك تصلي صلاة مودع، أن هذه الصلاة هي آخر عمل لك من الدنيا، أنك بعد ذلك ستموت. صلي صلاة مودع كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. عند هذه النقطة ستختفي مشاكل الحياة وستتذوق لذة الصلاة، لأننا كلنا نصلي ولكن قليل من يتذوق حلاوة الصلاة، لذة، قليل من يشعر بطعم الصلاة الرائع. السبب هو واحد: عدم الخشوع. طيب، القضية الخامسة: نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع وفرقعتها هكذا، هذا منهي عنه في الصلاة. ونحن عرضنا دراسة قبل فترة لمهندس قام بها، يقول إن فرقعة الأصابع تحدث موجات داخل هذه المفاصل وتحدث أشياء تؤدي إلى تآكل، يعني هذا الصوت الذي تسمعه هذا صوت عنيف جدا في داخل نحن نسمع صوت خفيف ولكن هو في الداخل له مفعول مخرش مخرب للمفصل، وبالتالي طبيا فرقعة الأصابع شيء غير جيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام طبعا لم يحرمها مطلقا ولكن نهى أثناء الصلاة على الأقل، لأن فرقعة الأصابع، تصور نفسك تقف أمام ملك من ملوك الأرض، هل تقف وتفعل هكذا وهكذا وهكذا إذن أنت يجب أن تستحضر عظمة الخالق عز وجل عند صلاتك. القضية السادسة: عندما تقف أمام ملك من ملوك الأرض تجد أن معظم الناس يضربون بأبصارهم إلى الأرض، يعني حتى من الأدب ألا تنظر هكذا، وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن رفع البصر إلى السماء، يعني يجب أن يكون نظرك باتجاه مكان السجود، المكان الذي ستسجد فيه يكون بصرك أسفل. خشوع، أدب، ولكي لا تنشغل، لأن النظر للأعلى قد يكون هناك مناظر أشياء تشغلك. أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون صلاتك مليئة بالخشوع، لأن الخشوع له فوائد أحبتي في الله. يعني نحن عرضنا مجموعة من الدراسات عن ما يسمى التأمل. التأمل هو رياضة يعتمدها الغرب اليوم لتنشيط الدماغ ولزيادة الإبداع ولتحسين اتخاذ القدرة على القرار الصحيح. نحن لدينا في الإسلام الخشوع، يعني أنت عندما تجلس وتتأمل هذا البحر الذي سخره الله لنا وأنت ساكت، هناك فائدة كبيرة يستفيدها الدماغ، حتى إن هنا منطقة الناصية تكون أكبر عند الذين يكثرون من التأمل. طيب، نحن نتأمل ونحن نتكلم بكلام الله. الله يخبرنا عن الجنة وعن النار وعن بر الوالدين وعن الإنفاق وعن الصدقة وعن التسامح والحب للآخرين. وقولوا للناس حسنا فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. تعاليم رائعة عندما نفكر فيها أثناء الصلاة ونكون في
درجة عالية من الخشوع. هذا الخشوع ينشط خلايا الناصية، هذه الناصية المنطقة من الدماغ التي هي خلف الجبهة مباشرة، هذه المنطقة مسؤولة عن الإبداع، مسؤولة عن التوجه والقيادة، مسؤولة عن اتخاذ القرار. يعني إذا أردت أن تتخذ قرار سليم اتخذه بعد الصلاة. لذلك النبي شرع لنا صلاة الاستخارة. أنا متردد في عمل، قف وصلي ركعتين، اقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل والله أحد، وادعو وكن في حالة خشوع، وادعو دعاء الاستخارة استخر الله، ستجد أن قدرة دماغك على اتخاذ القرار الصحيح أفضل، تحسنت. لاحظتم أيها الأحبة تعاليم الإسلام كم هي رائعة وكم تتفق مع العلم الحديث. القضية السابعة للأسف يعني معظم من يصلي ينشغل بها، انشغال أحيانا بصوت المذياع، أو اليوم لا يوجد مذياع، يعني التلفزيون أو الموبايل، انشغال بنغمة موسيقية قد تأتي من مكان بعيد، انشغال ببعض الصور من حولك، انشغال بكلام يقوله من أنت في يعني عندهم في البيت، أنواع كثيرة جدا من الانشغالات. لذلك اليوم الصلاة كثير 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 منا لا يشعر بقيمتها ولا يشعر بحلاوتها، ونادرا ما نجد إنسان يقول لك يا أخي أنا أستمتع بالصلاة، أشعر أن صحتي تحسنت بعد الصلاة، أنني أصبحت أكثر قوة بعد الصلاة. الصلاة تمنحك قوة هائلة أخي الحبيب، ثقة بالنفس، ثقة بالله طبعا، لأن ثقتي بنفسي أستمدها من الله عز وجل. الصلاة بخشوع تام تمنحك راحة نفسية ونسيان للمشاكل. اليوم تجد أن إنسان لديه مشاكل مع أولاده أو زوجته أو أهل بيته، وهو يصلي يفكر في هذه المشاكل، وتنتهي الصلاة ولا وكأنه لم يقم بأي شيء. الصلاة كانت وسيلة لراحة النبي، أرحنا بها يا بلال، كانت ملاذا آمنا، ملاذ تلجأ إليه في الشدائد، عندما تعترضك مشكلة إلجأ إلى الصلاة، عندما يضيق رزقك إلجأ إلى الصلاة، عندما تظلم من قبل أقرب الناس إليك إلجأ إلى الصلاة، لأن الصلاة هي لجوء إلى الله عز وجل. وكلما صليت صلاة مودع وصليت بخشوع، ثق تماما أنك ستقترب من الله أكثر، والذي يقترب من الله يبتعد عن الدنيا وهمومها ومشاكلها، والعكس صحيح، كلما ابتعدت عن الله ستنغمس في هموم الدنيا ومشاكلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، ونعوذ به من علم لا ينفع، ومن عين لا تدمع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعوة لا تسمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.